أرك العناكب كان واحد من أفضل أركات هانتر، وبالنسبة لي هو أكثر أرك أحببته شخصياته رولو، كرابيكا والعناكب. ومن كان يتخيل أننا مستمرين للآن مع قصتهم؟ دخول العناكب في أرك الخلافة لم يكن بدون هدف، فقصتهم بدأت معنا وعرفنا أكثر عن ماضيهم الحزين في هذا الأرك، والآن نهايتهم أصبحت قريبة. المافيا من جهة وهيسوكا من جهة أخرى، وتوغاشي لن يخرجهم من هذا الأرك بسلام. فما القدرة التي يبحث عنها كرولو للقضاء على هيسوكا؟ وما مصير العناكب وكيف ستكون نهايتهم؟ تحدثت كثيرا سابقا عن تشابه كرولو وكرابيكا، كيف أنهما كانا ذكيين في مجتمعهم الصغير، وكانا طفلين يحبان التعلم ويتطلعان لما هو أكبر. لكن كلاهما في مرحلة ما خسروا الكثير، وحصلت صدمة في حياتهم غيرت كل شيء، وكلاهما بدأ رحلة انتقام لمن أخذوا رفاقهم منهم. لكن اليوم سأركز على رحلة العنكبوت وكيف بدأوا وكيف ستكون نهايتهم. قبل 15 سنة من بداية قصة هانتر، كانت هناك مجموعة من الأطفال من مدينة النيزك، وهي مدينة خردة يسكنها المنبوذون ويتم رمي فيها كل شيء. هؤلاء الأطفال كانوا يصنعون السعادة من لا شيء، لكن أطفال هذه المدينة كان يتم خطفهم بشكل مكرر. وكرولو كان طفلا ذكيا، لكنه كان مهتم جدا لأطفال المدينة ويضع ورود على قبورهم كل يوم. لكن في يوم ما تم خطف واحدة من مجموعة هؤلاء الأطفال، وتم قتلها وتقطيعها بطريقة شنيعة. اتفق الأطفال على أن ينتقموا من الفاعل، وكونوا بعدها عصابة جيني ريودان. الاسم جيني ريودان يعني فرقة متجولة والتي تنتقل من مكان إلى آخر وتصنع ورودا سحرية، وهذا ما رأيناه مع العناكب. في كل مرة كانت العصابة تجتمع وتسرق بعرض مسرحي ساحر، لكن كيف بدأوا بالانتقام وانتهى بهم الأمر بالسرقة؟ لنشرح التايم الزمني، قبل 16 سنة ماتت صديقة العناكب سارسا، وقرر كرولو أن يفتح موقع ليجذب من قتلها. في نفس الفترة التقت ماتشي بامرأة اسمها رينكو، والتي استخدمت النين لتحنيط جسد سارسا، وهي نفسها علمت النين لماتشي ولباكوندا. وعرفنا من هذه الصفحة المضافة مؤخرا أن باكوندا فعلت قدرتها وتعلمت قراءة الذكريات وقتها، وحينها بدأ الانتقام لقاتل سارسا بفضل قدرة باكوندا. في 3 سنوات قتلوا الكثير من الناس وكانوا في رحلة بحث، وبعد 3 سنوات شكلوا العصابة التي نعرفها. أخبرهم كرول وقتها أنهم العنكبوت، وهو الرأس وهم الأطراف. الرأس لا يهم، لكن الأطراف هم الأهم. وفي هذا الخطاب كان الجميع موجود من طفولتهم باستثناء شيلا. وبعد 2 سنين من هذا الحوار، وقبل 10 سنوات من وقتنا هذا، تم الانتقام بالفعل من هذا الشخص، وهو رئيس مؤسسة ماما هيلب، والذي كان مع خاطفي سارسا. هل انتهى انتقامهم هنا؟ على الأغلب أنهم انتقموا بالفعل، وبعدها بدأت العصابة بالبحث عن هدف جديد. فسابقا كان دافعهم الأساسي هو الانتقام، وكانوا كما قال نوبوناغا دافعهم الرذوخ والغضب، وكانوا يبحثون عن هدف. فبعد الانتقام تغيرت العصابة وأصبح لها رهبة، وبسببهم أصبح الجميع يخاف الاقتراب من مدينة النيزك، وكان العناكب هم من يحمون المدينة التي كبروا فيها. لهذا كان يجب استمرار اسم جيني ريودان وعصابتهم لحماية الأطفال الآخرين في مدينتهم، واستمروا في الالتقاء بعد كل 1 أو 2 سنوات للسرقة، من جهة لأن زعيمهم يحب أن يقتني أشياء ثمينة، ومن جهة أخرى يحصلون على كل ما تم حرمانهم منه وهم صغار، بالإضافة إلى بعض الأعمال الخيرية. لكن بعد 3 سنوات من الانتقام حصل شيء كبير، وهو كان السبب في إدخال قصة هذه العصابة إلى عالم هانتر، ألا وهو انتقام كرابيكا. فبعد 3 سنوات من انتقامهم، أي قبل 7 سنوات من الآن، تم قتل عشيرة كوروتا جميعهم باستثناء كرابيكا. وحصل هذا بعدما زارت صديقة العناكب شيلا كرابيكا وصديقه بايرو. الكوروتا كانوا منعزلين عن العالم، لكن بعد زيارة شيلا لهم حصلت المجزرة، وهذا يأتي مباشرة بعد انتقام العناكب. وهناك تفسيران للمجزرة. أولا وكما قلت، العناكب تغيروا ولم يعودوا يقتلوا بسبب الانتقام، بل أصبحوا منظمين ويختارون سرقتهم بحكمة. لكن لما الكروتة؟ الأمر لم يقتصر على سرقة العيون القرمزية، فالعناكب يحبون الكنوز، وقائدهم كما قال أوفو كم أحب تلك الأعين. لكن لما قتلوهم كلهم إلى آخر واحد منهم؟
الأمر على الأرجح أنه متعلق بتطوير قدرة كرولو والتي تطرق إليها في هذا الفصل، لأن العيون كانت ثمينة جداً. لكن ممكن أيضا أن الانتقام لم يتوقف عند سارسا واستمر العناكب في البحث عنه، خصوصا إذا كان اسم شيلا مرتبط بالكروتا، هي القاسم المشترك والسبب في هذه المجزرة. لكن ألم ينسى العناكب انتقامهم؟ ألا يقبلون قتال أعضائهم لبعض وإدخال أعضاء جدد إذا فازوا مثل هيزوكا؟ نعم، فهذه قوانينهم الصارمة وزعيمهم يتقبلها. الرأس ليس مهم والأطراف هم الأهم، لكن مع ذلك نرى باكونودا تضحي بنفسها لأجل زعيمها كرولو، ونرى كرولو يترك مكان باكونودا فارغ لأنه لم يتخطى موتها بعد. كرولو يبدو شخصية معقدة، فهو تغير كليا منذ أن كان طفلا، أصبح بدون مشاعر، ويقول أن البشر حقا مثيري الاهتمام كأنه ليس منهم. وحينما سأله جون عن لماذا تقتلون الناس الذين لا تربطكم أي علاقة بهم، لم يعرف الإجابة، وسأل هل هذا هو مفتاح فهمي لنفسي؟ ولكي نفهم نحن ما قصد كرولو، لنرجع إلى جون في أرك النمل. فهو بنفسه كاد أن يقتل كوموغي مع أنه ليس له علاقة بها. الفرق هو أنه وقتها كان غاضب يريد الانتقام بمن قتل رفيقه كايتو. ورجوعا لكرولو، فهو منذ أن أنشأ العصابة إلى وقتنا الحالي يقتل لأجل الكيان، وهو العنكبوت الذي يجمع عائلته، رفاقه ومدينته. لكن مع القتل الكثير بدأ بالاستمتاع به، وبدأ بفقدان نفسه الأصلية التي كونته هو والعصابة، حتى أنه نسي أن الأفراد اختاروه كرأس وكزعيم ودانشو لأنه كرولو. حتى مع وجود قوانين صارمة، لا العناكب ولا كرولو يريدون خسارة رفاقهم. فكونت اختارت أن تضحي بنفسها لكي تنقذ العنكبوت وكرولو، مثله أوفوكين فوضح بنفسه لكي ينقذ العنكبوت. هو لا يخاف الموت ويمشي معه، لا يهتم لنفسه وسيموت في سبيل إبقاء كيان العنكبوت، من جهة حماية أصدقائه ومن جهة أخرى حماية مدينة النيزك، بما أن العنكبوت هيبة ورعب للبقية. وهذا تماما ما فعله كورابيكا في اليوركشين، لما وضع كورابيكا في موقف بين اختياره لانتقامه وبين إنقاذ جون وكيلوا، تهور وغضب، لكنه في النهاية اختار أصدقائه على حساب انتقامه. ووقتها كرولو قال أن هذه هي نقطة ضعف صاحب السلسلة، يعطي الأولوية لأصدقائه. لكن ماذا عنك أنت يا كرولو؟ ألست أنت أيضا الآن مثله وتتهور لقتل هيسوكا في سبيل حماية العصابة؟ ولهذا بولنروف قال أنهم يجب أن يقتلوا هيسوكا قبل الزعيم، لأنهم يعرفون إلى أي مدى سيصل كرولو لقتل هيسوكا، وسأعود لهذا التفصيل لاحقا. لكن لما لم ينتقم كرولو بكورابيكا مع أنه الآن عازم على قتل هيسوكا؟ أظن أن السبب وكيفية موت باكو وأوفو. فأولا كرولو يعرف أن كورابيكا ينتقم، وهذا يذكره بنفسه، فهو كان في نفس الوضع. وثانيا أوفوكين هو من اختار القتال العادل ضد كورابيكا، وهو من ضحى بنفسه لأجل ذلك. أما باكو فكورابيكا أعطاها اختيار وهي خرقت هذا الشرط، لكن هيسوكا قتل العضوين بدون رحمة ولا قتال وبدون قدرتيهما. العناكب لم ينتهوا من الانتقام، وكرولو ما زال في دائرة الانتقام هذه التي لن تنتهي إلا بموته. لهذا بولنروف يريد إيقافها وإنهاء هذه المسرحية. فمن سيكون الضحية التالية من العناكب؟ تريتون وفينكس حاليا ذاهبين إلى مقر مافيائي الذي اكتشفوا أنهم لم يدخلوا فقط كمدنيين، بل دخلوا كشركة إدارة محطة المعالجة للسفينة. تريتون وفينكس ممكن يلتقوا بهؤلاء الثلاث الذين طوروا أنفسهم ل51. ويحذرهم نوبوناغا أيضا أن هناك صاحب قدرة مضادة، وهو المحامي الذي مع مورينا. قدرته لا يمكن استخدامها إلا في مقر مورينا وتتطلب هجوم العدو، فكلما هاجمته كلما زادت قوة الحرس المجسدين. أي أن على فيتان وفينكس أن لا يهاجموهم أبدا. لكن هنا المشكلة، ففيتان أيضا من الصنف المضاد وقدرته ليست مناسبة لهذا الخصم، لأن قدرة بين باكر تتفاعل بعد تلقيه للضرر. الاثنان في خطر محدق، خصوصا أن نوبوناغا الذكي غادرهم ليعود للطابق الثالث. وهنا يفرق توغاشي الأفراد كلهم، ففرانكلين، ماتشي، شيزوكو، بولنروف، نوبوناغا وكرولو كلهم مفترقين. أما من سيلتقيه نوبوناغا في الطابق الثالث فهو على الأرجح هينريكي، الذي عمل معه يدا في يد آخر مرة،
لكن بسبب قتل بولنروف للينش صديقتهم، قرر هينغ وزاروكو الانتقام من فاعلها، ونوبوناغا عضو من العصابة، فسنرى صداما بين الاثنين وممكن قتال، ولا ننسى أن نوبوناغا بدون سيفه الأساسي. أيضا يظهر فريم صامت، وهو فريم جهاز الإرسال الذي ابتلعه هينريكي وحوله إلى محار، يظهر وهو يفقد النيل المحيط به لأن هينريكي قال سينتهي بعد ساعتين، وهذا يعني أن وجوده في مخبأ مورينا المحيط بالنين سيجعلها تكتشف وتحذر البقية بقدومهم ويجهز أنفسهم. ونأتي لأهم شخصية وحدث في الفصل كله. بعد كورابيكا فالأمير رابع وكرول هم أكثر شخصيات أتحمس لظهورهم، طبعا هم مفضلين في هذا الأرك. كرول لوسيلفر الموجود في الطابق الثالث أيضا، هل ممكن أن يلتقي بنوبوناغا في الفصل القادم؟ إذا التقوا فسأعتبره داعيا للاثنين. كرولو عازم على التضحية بنفسه من أجل هدفه. كما قلت في البداية، كرولو عازم على قتل هيسوكا بيديه، ولا يدخل معركة إلا إذا كان متأكد من فوزه 100%، ولهذا جهز نفسه جيدا للقضاء على هيسوكا سابقا، لكنه لم يتوقع أن هذا المجنون سيعيد نفسه للحياة. هنا شيئان مهمان تم ذكرهما في هذا الفصل. أولا معلومات جديدة عن الخلافة، وبعدها خطة كرولو. عرفنا أن هناك ثلاث كنوز مقدسة يبحث عنهم كرولو. نحن نعرف أن سبب قدوم العناكب إلى السفينة ليس فقط هيسوكا، بل الكنوز الموجودة في الطوابق الأولى، وهذه هي جرة المراسيم التي نعرفها جيدا، والتي أعطت وحوش الحامية للأمراء. صنم البوذا المتأمل هو التمثال الذي يحرس الخلافة، وأظنه هو من يمنع أي أحد من الخروج من السفينة أو الانسحاب من الحرب. وأخيرا نسل الميمون يورث للملك التالي، ومرجح أن به سيقتل الأمير الفائز الملك الحالي. أولا، كيف عرف كرولو بهذه المعلومات؟ هذه معلومات لا الأمراء ولا حتى الصيادين كانوا يعرفون بها، وخصوصا تعلقها بالخلافة. بأن كرولو بفضل علاقاته والدارك ويب استطاع أن يعرف، أو أنه أيضا مثل هيسوكا يعرف أمير من أمراء أكاكن، مع أن كرولو كان يعرف عن الكنوز قبل رحلة السفينة. حسنا، إذا لماذا يريد كرولو سرقتها؟ إذا تتذكرون في قتاله ضد هيسوكا، قال كرولو أنه اضطر إلى التعامل مع الكثير من الشروط المزعجة حينما أضاف قدرة إلى كتابه وهي الإشارة المرجعية. نفس الشيء الآن، كرولو كان هدفه السرقة قبل أن يعرف بقتل هيسوكا للعضوين، لكن حينما عرف أنه لم يمت بعد قرر الانتقام منه أولا. لكن لكي يفعل ذلك يحتاج كرولو هذه المرة لقدرة نادرة وقوية ستجعله يقتل هيسوكا قتلا مؤكدا، لكن لكي يسرق هذه القدرة ويضعها في كتابه يحتاج أن يحقق شرطا جديدا، شرط قوي، وهذا الشرط سيكون سرقة كنز وطني، ولهذا هدفه سرقة واحد من كنوز كاك المقدسة، وهذه الكنوز موجودة في الطبقة الأولى ويتم حراستها حراسة أشد من حراسة الملك. لكن بما أن كرولو الآن في الطبقة الثالثة، يستغل الحشود في جنازة هالكنبخ لكي يبحث عن هذه القدرة المميزة أولا وصاحبها. فيستخدم كرولو قدرة تبحث عن شريكك المثالي. هذه القدرة سيضع فيها شروط مثل نوعية القدرة التي يبحث عنها مثلا لكي تجدها له وتتصل بصاحب القدرة، لكنه لم يجد ضالته في الطابق الثالث، ولهذا سيتوجه للطوابق العليا حيث يوجد هيسوكا، تيرينيش وكورابيكا. كرولو هذه المرة يعرف أن من الخطر اللقاء بهيسوكا، فهو يخطط لفعل شيئين قبل ذلك، سرقة الكنز والحصول على القدرة، لكنه مستعد للموت حتى إذا التقى بهيسوكا، كل هذا في سبيل استمرار الكيان حتى لو خسر الرأس. لكن ما رأيناه من بعض العناكب أنهم لا يريدون استمرار العنكبوت بدون كرولو. إذا تم سرقة واحد من الكنوز سيساعد هذا على إيقاف حرب الخلافة، وربما يتم إنقاذ الأمراء. فماذا إن كان هناك تحالف يلوح بالأفق بين كورابيكا وبين كرولو؟ هل سيقبل كورابيكا؟ هل سيحصل مخافة منه ويخمد غضبه مع الوقت؟ أنا شخصيا لا أريد تحالف بين الاثنين، لكني أعرف أن كورابيكا سيفعل أي شيء ليحمي الملكة والأميرة، وكرولو سيفعل نفس الشيء لحماية العنكبوت. فكيف ستنتهي قصتهما المأساوية يا ترى؟ سنعرف في الفصل 407 الأسبوع القادم. جانيه.